السلام عليكم طلابي، طلاب السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي. اليوم إن شاء الله محاضرتنا أو الفيديو يتحدث عن الجزء الثالث والأخير من ضمائر الوصل. كل جزء أنا شرحته قبل تناولت به طريقة للحل، لأن إحنا عندنا تمارين بالأكتيفيتي بوك الموجودة بكتاب النشاط مختلفة من حيث طريقة الحل. دائما أقول لكم أنه أنا من أنطي طريقة حل أنطيها للطالب اللي ما يعرف يترجم حتى يقدر يحل وياخذ درجة، أما الطالب اللي يعرف يترجم فالطرق مالتي أيضا راح تفيده حتى يجيب المية إن شاء الله. الطريقة الثالثة لربط ضمائر الوصل اللي موجود بصفحة 106 بكتاب النشاط، تقول إذا وجد الاسم الموصوف في وسط الجملة الأولى. وين عيني؟ في وسط الجملة الأولى. زين، ست الشهر راح نعرف، هسه راح أقول لكم الشهر راح تعرفون. راح تلقون قدامه، سنجد أمامه يا أما يا أما آن، يا أما ذات، يا أما ذس، يا أما ذي، فنتبع التالي. وحدة من ذولي الأدوات راح تلقوها قدام الاسم. بس أريد أقول لكم على ملاحظة صغيرة نسيت أكتبها، إنه ذا لقينا وحدة من ذن الأدوات من نحل نحولها إلى شنو عيني؟ نحولها إلى ذا. يعني آن إذا لقيت أو آن أحولها إلى ذا. كتبوا هاي الملاحظة قبلها، وقفوا الفيديو وكتبوها، مهم جدا تكتبون هاي الملاحظة طلاب. زين، طريقة الحل شلون؟ أول شيء أنا قلت لكم أحول أو آن أو ذس أو ذات، أو إذا جتي ذا فهي من قاحة أصلا ذا، نحولها إذا إلى ذا زائد الاسم الموصوف اللي إحنا رح نلقيه. طبعا هسه تشوفون هاي القاعدة طويلة لكن وتشوفوها معقدة، لكن بالتطبيق رح نشوفها كلش سهلة. ذي زائد الاسم الموصوف زائد ضمير الوصل. أني سبق وقلت لكم محاضرات سابقة أنه أخلي فراغ وأتركه لضمير الوصل، مو رأسا أكتبه، أتأكد من الاسم الموصوف قبل واللي بعد، تمام؟ زائد تكملة الجملة الأولى من البداية زائد الجملة الثانية مع حذف الضمير العائد على الاسم الموصوف. زين، خلونا نجي ونطبق شون الحل. I spoke to a lady on the phone. تكلمت مع سيدة على الهاتف. نقطة، نهاية الجملة الأولى. She told me to call back later. أخبرتني أن أتصل فيما بعد. شنو طريقة المطلوب؟ المطلوب رح يكون combine، يعني أربط with a relative clause بعبارة وصل. عبارة الوصل أنا شرحت لكم إياها بالفيديوهات السابقة شنو هي عبارة الوصل، فلازم عبارة الوصل تحتوي أيضا على ضمير الوصل، تمام؟ يلا خلينا نجي نطبق ونشوف القاعدة شو تقول. أول شيء أنا وين الاسم الموصوف مسبوق بإحدى الأدوات اللي ذكرتها فوق، A أو an أو this أو that أو the. هنا لو تلاحظون إنه موجودة A، a lady، إذن هذا الاسم الموصوف. ما أخلي a lady رأسا بداية الجملة، لا، أحذفها وأحولها إلى the، the lady، السيدة، حتى تكون جملتي معرفة، السيدة. طبعا هذا التمرين جدا مهم بصفحة 106، أنا هسه راح أتناوله بالمحاضرة ونحله كله بالتفصيل الممل. زين، the lady، طبعا هاي نصا نعطينا إياها بالوزاري، the lady. زين، أترك ضمير الوصل فارغ، أكمل الجملة الأولى من البداية. شو بقى عندي يعني من الجملة الأولى؟ بقى I spoke to، أنزلها I spoke to on the phone، ما رد عيد the lady، لا أنا استخدمتها بالبداية، خلص ما رد عيدها. The lady who I spoke to on the phone، أحذف النقطة لأن الغاية من ربط جملتين هي حذف النقطة لتكوين جملة واحدة. زين، بعد شو أحذف؟ أنا حسب المحاضرات والملاحظات اللي اعطيتكم إياها سابقا أحذف الضمير العائد على الاسم الموصوف. السيدة ضميرها شيء، إذا أحذفه وأكمل ما تبقى من الجملة الثانية مع حذف الضمير. Told me to call back later. لهنا تمام؟ إن شاء الله تمام. خلوا نروح للتمرين اللي موجود صفحة 106 ونطبق الملاحظات والقواعد اللي اعطيتكم اياها. طلابي الاعزاء، التمرين موجود صفحة 106 مثل ما قلت قبل شوية، lesson 7 تمرين B. يقول combine these sentences، نفس صيغة المطلوب اللي اعطيتكم اياها. اربط مع هذه الجمل with who, that or where to make defining relative clauses، حتى تسوي لي جمل معرفة، تمام؟ نبلش بأول جملة ونشوف طريقة الربط. طبعا الملاحظة المفروض تكون قدامكم،
لازم تحفظوها وتطبقون عليها مثل ما قلت لكم، نكتبها بالخفيف ونقعد نطبق. ايس بوك تو اليدي، هذا اللي هسه اعطيتكم اياه، اللي هو لو تلاحظون ناطيني هذا كله فراغ، ناطيني فقط الجزء الاول ذا ليدي. ست ينطينا اياها، اي مرات ينطينا اياها ذا ليدي، ما انطانا اياها غير سنه من السنين طريقة المطلوب، فإحنا ما نخاف، إحنا نستخدم الملاحظات اللي اعطيتكم إياها، لكن بالمجمل هو راح ينطينا ذي ليدي، إذا راح تكون سهلة وراح نعرف يا طريقة هاي الطريقة الثالثة، تمام؟ ذي ليدي هو آيس بوك تو أون ذا فون، أحذف الضمير اللي يعود على الاسم الموصوف وأكمل ما تبقى من الجملة. تو ذي هاف نوكت داون ذا ريستورانت، نقطة، هم هدموا المطعم. We had a meal there last year. أنا سبق بالمحاضرات السابقة قلت لكم من تلقون there نحن نستخدم بدون ما نفكر where. هاي أول شغلة. زين، شو نسوي بعد؟ ننزل الجملة الأولى كلها، هاي أنا نزلتها، أخلي ضمير ربط مناسب وأحذف there، عفوا أحذف there من الجملة وأنزل الجملة الثانية كاملة. هسه طالب بكم يقول لي ست ليش ما حذفتي وي؟ ما أقدر أحذف وي، ما أقدر أحذف وي، ليش؟ ليش ما اقدر احذفها؟ لان هو هذا مو ضمير العائد، ضمير العائد الريستورانت سياته هذا الاسم مالتي جبل هنا، فاحذف فقط ذير، تمام عيني؟ كل نقطة لها ملاحظاتها. 3 I always go to that garage for repair، دائما اروح لذلك الجراج للتصليح. It was closed today، كان مغلق اليوم. زين، وين هنا الاسم الموصوف مالتي؟ انا سبق وقلت لكم يسبق احد الادوات A an that this the، هنا أنا عندي ذات، اذا خلاص هاي طريقه الحل الثالثه اللي اعطتني اياها ست عبير، اذا التزم بيها. شو اسوي؟ اغير او احذف الذات واخليها بجراج، تمام؟ طلاب راح ارد اعيد واقول لكم انه اعتبروا مرات ما ينطينا بدايه الحل، فراح نلتزم بالملاحظات القواعد اللي اعطيتكم اياها. زين، شو اسوي وراها؟ اخلي ضمير وصل مناسب. زين، انا هنا خليت ذات، هسه راح اقول لكم ليش خليت ذات. اكتب ما تبقى من الجملة الأولى، ليش خليت ذات؟ لأن هذا غير عاقل، تمام؟ اكتب ما تبقى من الجملة الأولى، لكن ما راح اكتب ذا جراج لأن أنا كتبته بالبداية، فراح يصير الحل ذا جراج ذات I always go to for repair، الجراج اللي أنا أروح له دائما للتصليح. زين، كلمة جراج ضميره العائد هو it، تمام؟ فهذا يحذف أيضا. أنزل ما تبقى من الجملة الثانية اللي هي was closed today. طالب بيكم أو طالبة يقول لي ست ليش ما استخدمتي هنا where؟ يا عيني، هنا أنا ما استخدمت وير، ليش؟ لأنه لو مستخدمة وير مكان ذات كان أحذف، لا أو لازم أحذف التو، فلذلك استخدمت ذات، لأنه أنا هنا اعتبرته غير عاقل جماد، بينما لو أستخدم وير راح أعتبره اسم مكان الجراج، تمام عيني؟ فنستخدم ذات أسهل إلنا. هسه نروح للجملة رقم 4، أنا كاتبة عليها مهمة ننتبه لها، وخلي نشوف ليش مهمة. His car has broken down، سيارته قد تعطلت. He bought it last month، وهو اشتراها الشهر الماضي. زين، باديل هنا بكا، هو باديل إياها، افرضوا إنه ما بدال إياها، يقدر هو يغير سنة من السنين طريقة الحل، فقط يعطيني يقول لي المطلوب العفو، فقط يقول لي combine يعني اربطي بعبارة وصل. أنا بالنسبة لي راح أحول الهز إلى ذي، تمام؟ زين، أنا هنا أنا ما عندي بالوسط أي اسم، فقط ذي كار، فأنتبه لها وأحول الهز إلى ذي، ذي كار. زين، السيارة طبعاً هاي ذي جماد غير عاقل، إذا أستخدم ذات أو وتش براحتكم، أيضاً هنا نقدر نستخدم وتش. زين، ذي كار ذات، نعطيني هنا بعد الفراغ هاز بروكن داون، إذا هنا هو حددني، ما اقدر اني احل براحتي، حددني. ايش راح يصير الحل؟ اقول the car that he bought last month، التي اشتراها الشهر الماضي has broken down، تمام؟ هنا ما راح احذف هي، ليش؟ لانه هي مو ضمير العائد على كار. ايش احذف هنا طلابي؟ احذف it، تمام؟ الضمير اللي يعود على السيارة. هنا راح اوخر القلم لانه ما راح يبين الحل، راح اشرحه شفوي. 5 the book was missing، الكتاب فقد. It has the information I wanted، وبي المعلومات اللي أنا أحتاجها أو أريدها. زين، إحنا هنا حسب الطريقة الأولى اللي اعطيتكم إياها بحل ضمائر الوصل،
شنو يعني ننزل الاسم اللي موجود بداية الجملة؟ أنا نزلته هياته اللي هو the book. زين أروح أحذف أخلي العفو فراغ أخلي بي أداة الوصل، فهسه أنا باعتبار أنه أنا خليت فراغ ما راح أكتب هسه لا ذات ولا أي أداة، أخلي فراغ. أروح الجملة الثانية ضميرها أت يعود على الكتاب، إيه نعم يعود على الكتاب لأنه هو جماد، أحذف أكمل أنزل الجملة الثانية مع حذف الضمير، أنا حذفته أصلا أنزل الثانية بعدين أرد على الجملة الأولى وأنزلها، يعني رح يصير الحال the book that. هنا ليش استخدم الذات؟ لأنه عندي جماد وعندي هنا أت ضمير يعني غير عقل، تمام؟ فأقول the book that أو which has the information I wanted was missing، قد فقد. لهنا أنا طلاب الأعزاء كملنا وياكم ضمائر الوصل، أتمنى أكون وصلت لكم الضمائر الوصل، هذا الموضوع المهم جدا بأسهل وأبسط طريقة. فطلب صغير أنه ما تنسون اللايك والشير وقراءة الفاتحة لسورة لروح والدي المرحوم الأستاذ سلمان. شكرا للمتابعة أعزائي.